اهلا بيكم طلبه وطالبات كليه الطب جامعه ام تي اي. النهارده هنكمل رحلتنا مع الفيتال ميمبرينز. خلصنا في المحاضره اللي فاتت موضوع اسمه كوريون، وتعرفنا على انواع الكورونيك فيلاي اللي طالعه منها، واهتمينا قوي بالترشيري فيلاي لان ده الشكل ما قبل تكوين البلاسينتا اللي هو موضوع المحاضره دي. يبقى احنا موضوع محاضرتنا النهارده هيبقى عن بلاسينتا. نبدا المحاضره. بلاسينتا طبعا انتوا عارفين انها اسمها بالعربي المشيمه، لكن احنا هننتقل من اللغه العربيه الى المصطلحات بتاعتنا اللي هنتعامل بيها طول عمرنا بعد كده كدكاتره ان شاء الله قايلين في كل واحد في مجاله. فبلاسينتا يبقى هو مسؤول التغذيه للجنين. اوكي، ده اللي هنشوفه دلوقتي لما نيجي نتكلم على البلاسينتا. اول حاجه ديفينيشن، بنقول it is the organ، يبقى هي organ of exchange of material between fetal and maternal blood. طبعا ليه اعتبرناها فيتال ميمبرينز؟ احنا قلنا قبل كده يعني ايه فيتال ميمبرينز، يعني اي تشو اتكون من الزيجوت but not the fetus يبقى فيتال ميمبرين. يبقى الزيجوت ده منتج اللي بيطلع منه هو عباره عن فيتس وفيتال ميمبرينز. والفيتال ميمبرينز قلنا هم خمس حاجات، بدينا بالكورين وخلصناه، ودلوقتي هنتكلم على موضوع مهم اسمه بلاسينتا. طبعا هي الاورجن اللي بيحصل فيه الاكستشينج بتوين ماتيريالز بتوين ماتيرنال بلاد، فجوه البلاسينتا في ماتيرنال بلاد وفيتال بلاد لكن وزاوت ميكسنج، يعني ما بيحصلش لقاء بينهم مباشر لكن في بينهم فاصل بيفصل الماتيرنال والفيتال بلاد، والفاصل ده عن طريقه بيحصل تبادل الماتيريال. فالجنين بيبعت الدم اللي عنده مليان بويست برودكت سي او 2 وعايز يتخلص من الحاجات اللي مضايقاه دي، وياخد من البلاسينتا اللي فيها دم الام، ياخد منها بقى الاكسجين وياخد منها النيتريشن. شكل البلاسينتا زي ما هنشوفها شكلها زي القرص، فبنقول عليها ديسك شيب او ديسك لايك. الدايمتر اوف بلاسينتا بيتراوح من 15 ل 25، يعني الرينج ده نورمال، فممكن نلاقي بلاسينتا الدايمتر بس 15 اب تو نوصل 25 وكل ده ايه نورمال. تخانه البلاسينتا طبعا هي عامله زي القرص، السيكنس بتاع البلاسينتا بيبقى 3 سم. اوكي، يبقى السيكنس اراوند او اباوت 3 سنتيمتر. وزن البلاسينتا بيتراوح من 500 ل 600 جرام، يعني حوالي نص كيلو. رينج اوف ويت اوف بلاسينتا لو وزنوها بعد ولاده البيبي لقوها ان وزنها بيتراوح من 500 ل 600 جرام. كل دي مواصفات خارجيه للبلاسينتا. مكان البلاسينتا بتتكون في مكان النورمال سايت اوف امبلانتيشن. اخدته قبل كده في محاضره تبع السكند ويك اوف ديفلوبمنت ان بيحصل عمليه مهمه قوي اسمها امبلانتيشن. والمكان المشهور او الكومن سايت اوف امبلانتيشن هو فين؟ في الابر بارت اوف بوستيرو وول اوف يوترس، من جوه طبعا انر سيرفس نير، حاجه اسمها الفندس، اعلى حته في اليوترس عامله زي القبه كده، دي اسمها الفندس. فالامبلانتيشن بيحصل في الابر بارت اوف ذا بوستيرو وول اوف ذا يوترس نير الفندس، لكن ممكن يحصل في الانتير وول وده برضه نورمال. المهم ما يكونش الامبلانتيشن بيحصل في اللور سيجمنت، في اللور بارت. ليه؟ لان انا عارف او هنعرف ان البلاسينتا بتتكون في مكان الامبلانتيشن. طيب في وقت الولاده ايهما افضل؟ تكون البلاسينتا في الابر سيجمنت والبيبي هو اللي تحت ويتولد وبينه وبين البلاسينتا امبيليكال كورد، وبعد ما يتولد ويتقص الامبيليكال كورد من البيبي بعديها بتتولد البلاسينتا. لكن لو حصل الامبلانتيشن في اللور سيجمنت اوف يوترس، احنا عرفناها قبل كده في محاضره الامبلانتيشن بيسموها بلاسينتا بريفيا، والحاله دي بيفضل او لازم يتعمل لها ولاده سيزارين قيصريه، لان هنا البلاسينتا تحت والبيبي فوق، فبيحصل كونتراكشن اليوترس، البيبي بيزق البلاسينتا وممكن يحصل لها رابتشر ودامج وهيموريدج، ويسموه بري بارتم هيموريدج، يعني الام الدكتور بيولدها يلاقي في دم كتير بينزل، يبقى دي كان عندها مشكله اسمها بلاسينتا بريفيا وكان لازم تتشخص قبل الولاده، بحيث ان في حاجه اسمها متابعه حمل، الدكتور بيبقى عارف ان الحاله دي بلاسينتا بريفيا يبقى انت هتولدي سيزيريان، حددوا ميعاد لولاده السيزيريان مش هتولد طبيعي. يبقى السايت بتاع تكوين البلاسينتا هنلاقيها النورمال سايت فين؟ في الابر بارت اوف ذا بوستيريور وول اوف يوترس. ليها كام سيرفس؟ لو انت جبت قرص جوه اليوترس وثبته
في البوستيرور يبقى في سيرفيس ان كونتاكت ويز ذا وول اوف يوترس، وفي سيرفيس مواجه للبيبي. السيرفيس المواجه للبيبي هو طبعا ده اللي ماسك فيه الامبليكال كورد، ويسموه ايه؟ فيتال سيرفيس. وهذا الفيتال سيرفيس بيبقى متغطي ممبرين اسمه امنيون. امنيون از ذا وول اوف امنيوتيك كافيتي، اللي هي المحاضره اللي جايه هناخدها. فبنلاقي ان السيرفيس ده اللي هو الفيتال سيرفيس زي ما نشوف دلوقتي الايه جليسنينج، جليسنينج يعني بيلمع، لان في ممبرين اصلا الممبرين ده اللي هو الامنيون كان مغطي او مغلف امبليكال كورد، ويجي على مكان الامبليكال كورد لما مسك في البلاسينتا يفرش ويغطي السيرفيس ده اللي هو الفيتال سيرفيس. نلاحظ كمان غير ان هو بيلمع، وده واضح من التصوير ان الفلاش بتاع الكاميرا ظاهر فيه، فهو جليسنينج، كمان شفاف ترانسبيرنت، بدليل ان انا شفت من تحتيه بلاد فيسلز خارجه من الامبليكال كورد وماشيه على السيرفيس ده، وعماله تدي برانشز لحاجه جوه البلاسينتا اسمها تيرشري فيلاي. فالتيرشري فيلاي هنلاقيها جوه البلاسينتا، وده هنعرفه مع الانترنال استراكشر. ده الفيتال سيرفيس. طب هل الامبليكال كورد اتاتشت في السنتر بالظبط بتاع السيرفيس ده ولا بارا سنترال نير سنتر؟ فعلا الامبليكال كوردز اتاتشت نير سنتر او بلاسينتا وبعيد عن المارجن بتاعها، يعني هو اقرب للسنتر من المارجن بتاع البلاسينتا اهو. لو قلنا ده السنتر هتلاقي الاتاتشمنت نير سنتر، يبقى نورمالي او يوجوالي بنلاقي ان الامبليكال كوردز اتاتش نير سنتر اوف فيتال سيرفيس. اوكي، الناحيه الثانيه من البلاسينتا اللي هو السطح اللي متثبت في الجدار بتاع اليوترس هنسميه ماتيرنال. الماتيرنال سيرفيس لما نيجي نبص عليها نلاقيه مش متغطي ممبرين بيلمع ولا حاجه، لان واضح ان الفرق في التصوير هنا عن هنا ان هنا مفيش امنيون على الماتيرنال سيرفيس، لا في بديل بقى للامنيون كمان والبلاد فيسل، يعني هنا ما لقيناش الامبليكال بلاد فيسلز ماشيه مش باينه، هنا مفيش بلاد فيسل، هنا في، هنا في امنيون، هنا مفيش، هنا في امبليكال كورد، هنا مفيش. طب في ايه في الماتيرنال سيرفيس؟ يقول لي من 15 ل 20 اليفيشنز كونفكس اريا الريجولار زي ما انتم شايفينها كده، ادي اليفيشن، ادي اليفيشن تاني، ادي واحد كمان، وبين الاليفيشنز دي وبعضها في جروفز اهي. طيب الاليفيشن دي بيسموها ايه؟ بيسموها كوتي ليدون. كوتي ليدون هو اليفيشنز موجوده على فيتال ولا ماتيرنال سيرفيس؟ لا على الماتيرنال. يعني ايه فيتال وماتيرنال؟ البلاسينتا قرص متثبت في جدار اليوترس من جوه، في سطح لازق في جدار اليوترس اللي هو ده، وفي سطح الناحيه الثانيه اللي ماسك فيه الامبليكال كورد. يبقى السطح ده هيبقى مين؟ ده اللي لازق في الوول، ادي اليوترس وادي البلاسينتا. نحط البلاسينتا على اليوترس كده، يبقى السيرفيس ده من البلاسينتا كان فيكسد في الوول اوف يوترس ماتيرنال، ده اللي فيه الاليفيشنز. الناحيه الثانيه هيبقى فيتال سيرفيس، ده بيبقى عليه امنيون والامنيون بيلمع جليسنينج وماسك في السيرفيس ده امبليكال كورد نوت سنترال اتاتشمنت بات بارا سنترال، يعني جنب السنتر اوف ذا فيتال سيرفيس. دي المعلومات العامه عن البلاسينتا من بره، جنرال فيتشرز. علشان نفهم الانترنال ستراكشر بلاسينتا هنراجع تاني ويمكن تالت التيرشري فيلاي، خدناها في المحاضره اللي فاتت، بس انا عايز يبقى دي بتتسمع ونشوف البلاسينتا على طول، وتبقى في ذهننا التركيب الداخلي نستنتج اكتر ما نحفظ. فكروني كده بالتيرشري فيلاي، وبنقول ان التيرشري فيلاي اللي هي دي اتكونت في اخر الاسبوع التالت، كانت سكندري اتحولت لتيرشري. امتى؟ لما ظهر جوه كل فيلاس بلاد فيسل. والبلاد فيسل ده جاي منين؟ تعالوا نشوف، هل جاي من الجنين ولا من الام؟ مشينا وراه كده، ده جاي من الجنين، يبقى فيتال بلاد فيسل. والفيتال بلاد فيسل ده جواه دم مين؟ دم الجنين، فيتال بلاد. وبين كل تيرشري فيلاس والتانيه في سبيس، السبيس دي فيها دم، والدم ده تبع الام، لان احنا دلوقتي جوه الديسيديوال اللي كان اسمه اندوميتريوم قبل الامبلانتيشن. ماتيرنال بلاد طبعا ده دم احنا عايزين ناخد منه الفوائد ونديله الحاجات الضاره، ده باختصار يعني. لو قطعنا ترانسفيرس سيكشن في التيرشري فيلاس هنلاقيه بيتكون من الطبقات التاليه، مهم قوي اقول الطبقات دلوقتي هتنفعنا في الاستراكشر بتاع البلاسينتا، وفي حاجه اسمها بلاسينتا البارير هنعرف دلوقتي. من بره لجوه هنلاقي في طبقه سينسيتيو تروفوبلاست زي ما اتعلمنا، تحتيها طبقه سيتوتروفوبلاست، وبعدين الميزوديرم اللي احنا سميناها سوماتيك اكسترا امبريونيك ميزوديرم، وفي بلاد فيسل اسمها فيتال بلاد فيسلز. دي جوه التيرشري فيلاس. طبعا الاوعيه الدمويه الجنينيه اللي جوه التيرشري فيلاس ليها جدار من الاندوثيليوم، وفي القلب في بلاد، البلاد اللي جوه ده بقى فيتال بلاد. جميل.
يبقى الفيتال بلاد هنا جوه والماتيرنال بلاد هنا بره، اللي بينهم اسمه بلاسنتال بارير، وده ليه موضوع لوحده هنتكلم عليه، بس انتوا تلاقوا نفسكم عارفين كلام منه كتير. ده صوره ثانيه بتوريني تركيبه التيرشي فيلاس. يلا نراجع مع بعض. اي التيرشي فيلاس زي ما قلت لكم ده قطاع طولي، طول الفيلاس مش بالعرض، لا طولي. وقلنا ان لو ده الكوريوم اللي داخل فيه اللي ماشي عليه الامبيليكال بلاد فيسل وبيدخل البلاد فيسل التيرشي فيلاي، كانها الارض اللي يطلع منها الشجر لو تفتكروا المثال اللي احنا قلناه. وقلنا التيرشري فيلاس ليه ستيم اللي هو ده اللي جاي من الكوريون للشيل دي اللي اسمها سايتوتروفو بلاستيك شيل، وبين الطرفين بين الكوريون والشيل هنلاقي ده اسمه ستيم جذع الشجره، والفروع الجانبيه دي اسمها فلوتنج باللاي او سميناها ابزوربنج او سميناها فري، ثلاث اسماء مرادفين لبعض. طب هنا اللايرز اوف التيرشري فيلاي ظهرت، الطبقه الخارجيه دي لونها زيتي غامق دي اسمها سينسيتيوتروفو بلاست، تحتها طبقه من الخلايا اللي فيها سيل ميمبرينز، طبعا انتوا عارفين الفرق بين الاثنين، ودي سموها سايتو تروفوبلاست. وبعدين الابيض ده هو السوماتيك ميزوديرم وجواه الفيتال بلاد فيسل، يبقى دي تيرشري فيلاس رسمي. هنا دي انتر فيلاس سبيس وفيها ماتيرنال بلاد، هنعرف كميته قد ايه في كل البلاسينتا دلوقتي. في حاجه اسمها سايتو تروفوبلاستيك شيل موجوده مع الترش مش مع السكندري، فلو شفنا الصورتين دول الصوره دي سكندري فيلاي ودي تيرشري فيلاي، الفروقات بينهم ان السكندري فيلاي ما فيهاش بلاد فيسل جواها لكن التيرشري فيها. بره السكندري فيلاي ما فيش سايتوتروفو بلاستيك شيل، التيرشري في شيل حواليها اهي اسمها سايتوتروفو بلاستيك شيل. يبقى ايه هو السايتوتروفو بلاستيك شيل؟ هي قشره حوالين التيرشري فيلاي مش السكندري مش البرايمري لا التيرشري، والقشره دي بتاخد الفيلاي والانتر فيلاس سبيس جواها، غلاف جديد اتكون حوالين الفيلاي والانتر فيلاس سبيس. اتكون ازاي بقى؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. ادي التيرشري فيلاس اللي قلنا عامله زي الشجره، ليها بيز طالع من الكوريون، ده الكوريون اهو فيلاي طالع منه بيز، وايبكس الطرف الثاني من الفيلاس دي ايبكس، ادي التيرشري فيلاي اهي. الايبكس بتاع كل تيرشري فيلاي السيتوتروفو بلاست اللي فيه والبروليفريت يتكاثر ويزق السنسيتي ويقطعه ويطلع بره الفيلاس وينتشر سايد واي عشان يعمل قشره حوالين الفيلاي، هنسميها سايتوتروفوبلاستيك شيل. اهي شايفين هنا ادي الايبكس، هنا شايفين اللون ده كان كونتينوس كده، السنسيتي اتقطع والسايتو اللي تحته خرج وانتشر سايد واي وقابل السايتوتروفو اللي خارج من كل الفيلاي فعملوا قشره اسمها سايتوتروفوبلاستيك شيل. دي الانتر فيلاس سبيس اللي فيها طبعا ماتيرنال بلاد زي ما انتم عارفين اهي. هنا اهون فاكرين لما قلت لكم ان هنا كان الايبكس المفروض اللون الزيتي ده يبقى كونتينوس كده بالعرض، السيتوتروفو اللي هنا بروليفريت زقه قطعه وانتشر كده وكده، وهنا برده نفس الحكايه انتشر كده وكده لغايه ما قابلوا بعض وعملوا القشره حوالين الترشي فيلاي والانتر فيلاس سبيس سيتوتروفو بلاستيك شيل. اجزاء الترشي فيلاي كل ترشري فيلاي لسه قايل ليها جزئين رئيسيين، في الميدل بارت اللي هو الستيم اللي جاي من الكوريون للشيل وطلع منه فروع جانبيه اسمها فلوتنج او ابزوربنج او فري فيلاي. ستيم وسموه انكورنج ليه؟ لانه بيثبت الكوريون في السايتوتروفو بلاستيك شيل. الامبريولوجي يحب الاعاده، فلما تسمعوا الحاجه مره واثنين وثلاثه كل مره بتدخل لذهننا بطريقه ابسط واسهل. تعالوا نشوف ده الكوريون اللي طلع منه الشجر بتاعنا من البيز بتاع التيرشري فيلاس للايبكس، ده اسمه ستيم اللي في النص ده، ده اسمه ستيم فيلاس. لكن الفروع الجانبيه دي ده وده 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 كل دي اسمها فلوتنج او ابزوربنج. ليه فلوتنج؟ لانها عايمه في الانتر فيلاس سبيس اللي فيها ماتيرنال بلاد. وفري ليه؟ لانها نوت فيكسد في الشيل. وابزوربنج لان هي اللي بيحصل عندها الاكستشينج اوف ماتيريال بتوين تو تايبس اوف بلاد، اللي بره ماتيرنال واللي جوه الفيلاس ده فيتال بلاد. طيب التيرشري فيلاس عرفنا اجزائه، طب الكوريون الغلاف الكوريون ده هو الولف كورونيك فيسج اللي هو ده الارض اللي طلع منها التيرشري فيلا. الكوريون ده ليه نوعين ليه جزئين، في جزء طلع منه فيلاي حلوه والديفلوبت مواجهه للديسيديا اوبيزاليس عشان هما الاثنين مع بعض هيعملوا بلاسنتا اللي هي موضوع المحاضره، والناحيه الثانيه كورون ليف لان الفيلاي جنريتد. تعالوا نشوف نوعين الكوريون اللي عندي، عندي الجهه المواجهه للديسيديا اوبيزاليس اسمها ايه؟ كوريون فراندوزا
أو كوريونيك بليت. وقلنا قبل كده ده الجزء من الكوريون in contact أو facing أو directed towards the deciduous basals. دي جزء من الديسيديوا. أفكركم يعني إيه ديسيديوا؟ يعني the endometrium of uterus after implantation، بطانة الرحم بعد ما في بيبي اتزرع فيها. والديسيديوا بنقسمها على حسب مكانها بالنسبة للبيبي إلى ثلاث أجزاء. تحت البيبي بينها وبين الميوميتريا بزيلس، ودي أهم واحدة فيها. surrounding the embryo capsularis، واللي مبطن بقية الوول اوف يوترس اللي ما فيهوش جنين هيبقى فرايتلس. مين أهم واحدة في الديسيديوات الثلاثة دول؟ هي الديسيديوا بزيلس، وهي دي الكوريون اللي موجه ليها احتفظ بالترشري في اللاي بتاعته في صورة جيدة وصورة ويل ديفلوبد علشان يقدر يكونوا مع بعض أورجن مهم قوي اسمه البلاسينتا. وهذا الأورجن هيبقى فيه دم الأم ودم الجنين، ولكنهم لا يختلطوا، بينهم حاجه اسمها بين الدمين في فاصل اسمه بلاسنتال بارير، وانتوا اللي هتقولوا طبقات البلاسنتال بارير لما نوصل لها. كوريون ليف دي الجهه الاخرى من الكوريون اللي ما فيهاش ترشي فيلاي ملساء، ودي اللي متغطيه بديسيديو اخرى اسمها ديسيديو كابسولاريس، ودي مصيرها الزوال وما بتقعدش تعمل اي فايده للجنين. فكروني بالصوره دي يا جماعه، اهي الكوريون ده اسمه ايه؟ كوريون فراندوز. ليه؟ عشان طالع منه فيلاي مليانه فروع، صح، ونسميها كرونيك بليت الاسم الاخر. دي مواجهه للديسيديو، شايفين الديسيديو دي؟ يا ترى مين فيهم دي؟ بزالس ولا كابسولاريس ولا بارايتالس؟ دي البزالس. الناحيه الثانيه الكوريون ليف ما فيهوش فيلاي طالعه منه انها ماتت وديجنريتد ومتغطيه بديسيديو اسمها ديسيديو كابسولاريس. ايه المصير بتاع الكوريون؟ يقول لي كوريون فراندوزن طبعا هيفضل as part of placenta مع مين؟ مع الديسيديو بزالس، في حين الكوريون ليف اللي هو فيه الفيلايت جنريتد هيبقى هو والكابسولاريس مع تضخم البيبي هيبقوا فيوزد مع البرايتاليس ويحصل لهم جنريشن ما لهمش اي لازمه. نبص مع بعض، ده ايه ده؟ ده الكوريون فراندوزن اللي اسمه كوريونيك بليت، وده ايه؟ ديسيديو بزالس اللي اسمها ديسيديو بليت. هما الاثنين بيتحدوا مع بعض عشان يعملوا لي حاجه اسمها بلاسينتا، وهو ده السلايد بعد كده اللي هنقوله. بلاسينتا بتتكون من تحت بليتس يا جماعه، هما مين؟ هتقول لي ديسيديوال بليت اللي هي ديسيديو بزيلس، وكوريونيك بليت اللي هي الكوريوم فراندوز. الاثنين يتحدوا مع بعض يعملوا بلاسينتا، يعني بلاسينتا تبقى في الحته دي كده اهي. الناحيه الثانيه الديسيديو كابسولاريس مغطيه على الكوريون ليف، وهما الاثنين بيتحدوا مع بعض فيوز توجذر، ولما البيبي يكبر كمان يتحدوا مع البرايتاليس ويبقوا جنريتد وديسمست افتر دليفري، ما لهمش اي استعمال بالنسبه للجنين. جنين يهمه الحته دي. زي ما قلنا قبل كده، تعالوا بقى نشوف هي بلاسينتا بتتكون من ايه. ولو عرفت بلاسينتا بتتكون من ايه يبقى انا هدخل على ستراكشر اوف بلاسينتا. طيب بلاسينتا بتتكون من، هي شركه بين الام والجنين، هيتبادلوا المنفعه هما الاثنين. طيب الجنين التو كومبوننتس، الجنين هيشارك بجزء من عنده اسمه كوريون فراندوزا او كوريونيك بليت، والام هتشارك من عندها من ديسيديو ديسيديو البليت. يبقى اتحاد الكوريونيك بليت مع ديسيديو البليت هينتج عنه تكوين البلاسنتا. يبقى البلاسنتا ما اتكونتش من الكوريونيك بليت لوحده ولا ديسيديو البليت لوحده، لا ده اتحاد من الاثنين. لو فهمنا دي هنفهم اصعب جزء في البلاسنتا اللي هو structure of placenta internal. يعني ايه اللي موجود بين الفيتال والماتيرنال سيرفيس جوه البلاسينتا؟ الفيتال سيرفيس كان متغطي بممبرين اسمه ايه؟ يلا مين يقول؟ بالظبط امنيون. والامنيون ده كان ليه مواصفات، بيلمع شفاف مظبوط، وكان على السيرفيس ده في بلاد فيسل ماشيه عشان تدي التيرشري فيلاي الفيتال بلاد فيسل، كان اسمها امبليكال، جاي من الامبليكال كورد، لان السيرفيس ده بيمسك فيه حاجه اسمها امبليكال كورد. سنترال ولا بارا سنترال؟ لا بارا سنترال. اوكي، من الفيتال سيرفيس اللي لسه قايل لكم مواصفاته دلوقتي لغايه الماتيرنال سيرفيس عايزين نعرف التركيب الداخلي بتاع البلاسنت. ستراكشر اوف بلاسنت نقصد بتتكون من ايه؟ طبعا مبدئيا كده احنا عرفنا ببساطه انها بتتكون من اثنين بليتس. تعالوا نشوف كده هناخد ازاي السكشن من البلاسنتا وازاي هنوصف الانترنال ستراكشر. اللي يطلع لي سهم حاولوا تقولوا لي ده ايه؟ دي حاجه لسه ما خدناهاش، دي المحاضره اللي جايه. الممبرين ده اللي انتم شايفينه طبعا حوالين البيبي فيه كافيتي مليانه فلويد اسمها امنيوتيك كافيتي،
فلويد ده طبعا ليه فوائد انه بيحمي البيبي زي ما هنعرف مع الامنيوتيك كافيتي. ذا وول اوف امنيوتيك كافيتي اسمه امنيون. فاكرين الكوريون كان الوول بتاع الكورونيك فيسكت؟ امنيون از ذا وول اوف امنيوتيك كافيتي. لو انا مشيت مع هذا الممبرين هتلاقوه ان هو مبطن الكوريون ليف اهو، ويجي هنا يغطي الفيتال سيرفس بلاسينتا، لان البلاسينتا هتبقى هنا وده الفيتال سيرفس. عرفت ازاي يا دكتور ان ده الفيتال سيرفس؟ لانه اللي بيستقبل الامبيليكال كورد هو الفيتال سيرفس، والامنيون بيجي من بطن البيبي حوالين السره ويغلف الامبيليكال كورد لغايه لما يوصل اهو، بيغلف لغايه ما يوصل للفيتال سيرفس بلاسينتا، والامنيون يفرش على السطح ده بتاع البلاسينتا اللي هو مواجه للفيتس اللي هو الفيتال سيرفس. عشان كده الفيتال سيرفس كفرد باي امنيون مش الماترنال الناحيه الثانيه، يبقى ده امنيون. امال ده ايه؟ ده كوريون. وفي الحاله دي المنطقه اللي بيشاور عليها دي انه كوريون فراندوزم ولا ليف؟ لا ده الكوريون فراندوزم عشان الفيلاي بتاعته حلوه. ادي الفيلاي اللي طالعه من هنا نوعها ايه؟ برايمري. لا احنا وقت البرايمري ما قسمناش الكوريون ولا سكندري. امال دي نوعها ايه الفيلاي دي؟ تيرش، يعني جواها بلاد فيسل تبع الجنين. اما اللون البلو الفاتح ده مين؟ دي ديسيديوا. انه ديسيديوا فيهم ديسيديوا بزالس اللي احنا بنسميها ديسيديوا الايه بليت. بكده يبقى ده مين يا جماعه؟ من اول هنا كل ده اسم كوريون ايه؟ فراندوزا او كوريونيك بليت، مظبوط. والبلو ده مين؟ ديسيديوا بزالس او ديسيديوا بليت. الاثنين مع بعض لما يتحدوا يعملوا ايه؟ ايه دي؟ ايه الاورجان ده؟ ده البلاسينتا اللي ماسك فيه الامبيليكال كورد، وهتوصل وظيفه البلاسينتا الامبيليكال كورد ده ينقل وظيفه البلاسينتا اللي هو الاكستشينج للجنين، ينقل البلاد اللي انا عايز انضفه من الجنين للبلاسينتا والعكس، يرجع البلاد بعد ما اتنضف. طب عشان اعرف الانترنال ستراكشر اوف بلاسينتا، شايفين المربع اللي انا عملته ده؟ كاني هاخد قطاع في البلاسينتا من اول الامنيون اللي مغطي الفيتال سيرفس بتاع البلاسينتا اللي فيه كوريون فراندوزم او كورونيك بليت لغايه الديسيديوال بزالس اللي هي فيها ديسيديوال بليت واللي بينهم. يعني انا هتكلم على كوريونيك بليت متبطن او متغطي بامنيون اللي هو ده، وهتكلم على ديسيديوال بليت واللي بينهم ايه؟ مين شاطر او شاطره يقول لي؟ اللي بينهم تيرشري فيلاي وسبيسز بتوين التيرشري فيلاي. اسمها ايه السبيسز دي؟ انترفيلس سبيس. طيب الانترفيلس سبيس دي فيها نوع دم مين؟ تبع مين؟ تبع الام ماتيرنال بلاد. امال فين الفيتال بلاد؟ جوه الفيلس. تعالوا بقى نكبر المربع ده ونبتدي نجاوب على سؤال بيسالني يقول لي ايه هي الانترنال ستراكشر اوف بلاسينتا؟ ايه التركيب الداخلي بتاع البلاسينتا اللي هيكون الديزاين بتاعه مناسب للوظيفه؟ يعني هنشوف الوظيفه بتاعت البلاسينتا دلوقتي ايه. الصوره دي مش تلاقوها في اي كتاب، الصوره دي انا اللي عاملها عشان تسهل الموضوع قوي. هستاذنكم انا هطلع من الصوره عشان ما اضايقكمش بصورتي وبعد كده ارجع تاني. طيب نحاول نقول مع بعض. اول سؤال عايز اساله لكم، الصوره دي سكشن في البلاسينتا من الفيتال سيرفس الماترنال. طيب انا من غير ما اقول، يا ترى ده ولا ده الفيتال سيرفس وليه؟ هتقولي اكيد ده الدكتور الفيتال سيرفس. عرفت ازاي؟ عشان بلاد فيسلز دي اللي هي الامبيليكال بلاد فيسل اللي ماشي عليه اللي هتدي برانشز تدخل جوه الفيلا، يبقى ده الفيتال سيرفس. طيب هو الفيتال سيرفس كان متغطي ممبرين اسمه ايه؟ امنيون. وبعد كده بعد الامنيون كوريون، هو بيتكون من الكوريون ده امنيون زائد كوريون يبقوا كام طبقه؟ افتكروا كده معايا، هو الكوريون كان كام طبقه؟ وول اوف كورونيك فيسكل كان ثلاث طبقات، احط عليهم امنيون بقى اربعه. مين هم الثلاث طبقات دول؟ من جوه لبره السوماتيك ميزوديرم والسيتوتروفو والسنسيتيو. البيبي هنا يا ولاد في الحته دي كده، ويا بنات برضه عشان محدش يزعل مني، ادي الامبيليكال كورد اهو ماسك هنا، وهنا هيبقى الجنين في الحته دي، يبقى ده الفيتال سيرفس. طيب تعالوا نشوف ده اسمه بليت، انه بليت فيهم كوريونيك ولا ديسيديوال؟ لان هنا خلي بالك الديسيديوال بزالس اللي فيها البلاد فيسل بتاعت الام، يبقى ده الكوريونيك بليت.
اللي بيستقبل البلاد فيسل هتخش فيه عشان تدخل جوه الفيلاي اللي طالعه من الكرونيك بليت. طب مين يفكرني هنا بقى الكرونيك بليت هل متكون من 3 طبقات اللي هي بتوع الكوريوم بس، ولا في ممبرين مغطي عليه غطى على الفيتال سيرفيس كمان فيبقوا 4 طبقات؟ تعالوا نشوف. اول طبقه معايا في الكرونيك بليت هو الممبرين الموف ده. ده مين ده؟ ايوه ده الامنيون. ده الامنيون اللي هو بيلمع زي ما احنا قلنا قبل كده. يبقى دي اول طبقه. بعد كده وانا بتكلم من جوه لبره، لان كل ما اروح ناحيه السي دي يبقى انا بخرج بره البيب، يبقى انا بخرج بره البلاسينتا يعني اوتر. طيب تعالوا هنا نشوف الطبقه دي مين. اول طبقه في الكوريوم من جوه لبره سوماتيك ميزودير، سوماتيك اكسترا امبريونيك ميزودير، وده مكمل جوه الفيلس. امال ايه الخلايا دي؟ سايتو تروفو بلاست. طب ايه اللون الاخضر ده اللي ما فيهوش سيل ميمبرينز؟ سينسيتيو تروفو بلاست. كل ما تركزوا في رسمه كل ما الكلام ده يبقى سهل قوي تحكوا فيه. يبقى انا بتكلم على الانترنال ستراكشر اوف بلاسينتا، هتكلم على تو بليتس، ابتديت بالكرونيك بليت اللي متغطي ميمبرين اسمه امنيون، وبعد كده هقول ديسيديوال بليت اللي هو ديسيديوال بيزالس، واختم كلامي بين الاثنين في تيرشري فيلاي وسبيسز بينهم. هنا في السيرفيس ده اللي فيه كرونيك بليت اللي متغطي بالامنيون هتلاقوا فيه بلاد فيسل ماشي عليه اسمها امبيليكال ارتري وامبيليكال فين، وزي ما قلت لكم هم دول مصدر البلاد فيسلز اللي هتخش جوه الفيلاي. الناحيه الثانيه من الكورونيك بليت في تركيب البلاسينتا هيبقى ده ديسيديوال بليت. والديسيديوال بليت دي يا دكاتره بيبقى فيها حاجه اسمها ديسيديوال بيزالس، واحنا قلنا ديسيديوال بيزالس ده جزء من الديسيديوال الغني بالبلاد فيسلز والجلاندز والسيلز، مليان بلاد فيسلز. لقوا ان في الديسيديوال بليت ده في مكان البلاسينتا او في المنطقه اللي بتعمل البلاسينتا عدوا من 80 ل 100 ارتريولز. طبعا كلمه ارتريول مصغر ارتري، وهو ارتري صغير. من 80 ل 100 ارتريول بيضخوا دم جوه البلاسينتا في انه مكان؟ جوه الفيلس ولا انتر فيلس سبيس؟ الدم بيتضخ في الانتر فيلس سبيس. الدم طبعا ده جاي من ارتريول شايل نيوتريشن، شايل اكسجين، مجهز انه يدي حتى الاجسام المضاده ضد الميكروبات، بيدي انتي بوديز للبلاسينتا للبيبي. حسبوا كميه الدم في كل البلاسينتا في كل الانتر فيلس سبيس، اللي اكتشفوا ان هي انتر كوميونيكيتنج سبيس، يعني الفيلس لا يفصل تماما بين التو سبيس عن بعض. ودون بنشوفها لو انت رحت غابه بتلاقي شجر كتير وبين كل شجرتين في مكان، المكان ده كونتينوس مع المكان بين الشجره دي واللي بعدها، مفيش حوائط. فيقول لك الانترفيل سبيس انتر كوميونيكيتنج مع بعض. قاسوا كميه الدم في كل الانترفيل سبيسز اللي هو حوالي 150 مللي بلاد، ولقوا كمان ان الدم ده بيتغير كل دقيقه 3 ل4 مرات. يبقى لقينا في الديسيديو بزالس ارتريول، حد فاكر عددهم؟ من 80 ل 100 ارتريول عدوهم. وكميه الدم اللي بيضخوهم جوه البلاسينتا قد ايه؟ 150 مللي. والدم ده بيتغير في الدقيقه كم مره؟ من 3 ل4 مرات. طيب الدم ده بيروح للفلوتنج فيلاي اللي هي دي شايفين، ويحصل اكستشينج، وبعد الاكستشينج الدم يرجع يروح لمين؟ للفينيول. طب ليه يا دكتور الدم ما يرجعش يدخل الارتريول؟ طبعا انتوا عارفين الارتريول ده بيضخ دم ببريشر، فالدم اللي راجع مش هيلاقي سكه يخرج منها غير الفين اللي ما فيهوش باس، فسهل الدخول في الفين على انه يدخل عكس التيار من في الارتريول. طب مين الطبقه دي؟ عايز حد شاطر منكم يقول لي الطبقه دي تبقى مين؟ غششكم. الطبقه دي فيها خلايا ليها سيل ميمبرين جايه من جوه الفيلس من عند الايبكس، وخرجت من الايبكس بتاع كل فيلس وانتشرت سايد واي وعملت قشره. اتعرفت بقى ده السايتو تروفو بلاستيك شيل. طب ايه اللون الاخضر ده؟ طيب يا دكتور نمشي وراه؟ اه نمشي وراه اهو، هو نفسه ده. ايه ده؟ اه ده السنسيتيو تروفو بلاست، سينسيتيو تروفو بلاست. يبقى دلوقتي الديسيديوال بليت مش بس الديسيديوال بيزالس، ده لما اتكونت الشيل بقت تبعه سايت تروفو بلاستيك شيل، ومن هنا لما اتقطع الايبكس السينسيتيو بقى ماشي بالعرض برضه مع الديسيديوال بليت اللي بقى 3 طبقات، ديسيديوال بيزالس سايت تروفو بلاستيك شيل سينسيتيو تروفو بلاست اهو.
ايه اللي بين الكوريونيك بليت والديسيدوال بليت؟ ثلاث حاجات، تيرشير فيلاي، الانترفيلاس سبيسز، ودي حاجه اسمها ديسيديوال سيبتا لانها جايه من فوق من الديسيديوال بزالس، اسمها ديسيديوال سيبتا، وساعات بنسميها بلاسنتال سيبتا لان مفيش غيرها في البلاسنتا فبنقول عليها بلاسنتال سيبتا على طول. طيب ايه ده؟ لا ده عارفينه دكتور ودارسينه قبل كده. ده مين ده؟ ده التيرشير فيلاس. وهو التيرشير فيلاس اللي في النص ده اسمه ايه؟ الكتله اللي في الوسط دي من الكوريون لغايه الديسيدي لغايه الشل، يبقى ده ستيم بارت، سموه ستيم وايه؟ وانكوري. طب ايه دول؟ دول اسمهم فلوتنج، لان التيرشير فيلاس ليه تو بارتس، اللي في الوسط الميدل بارت منه اسمه ستيم، والفروع الجانبيه اسمها فلوتنج او ابزوربنج او فري. فلوتنج لانها عايمه في السبيس اللي مليان بالدم الام، وفري لانها سايبه مش فيكست في حاجه، الطرف بتاعها مش متثبت زي هنا. وابزوربنج وده الاهم، لان البلاد اللي جاي عن طريق الارتريول بيجي جنبها ويحصل اكستشينج اوف ماتيريال بين الدم اللي جوه هنا فيتال بلاد والدم اللي بره هنا ماتيرنال بلاد. طب ايه دي؟ انترفيلاس سبيس. نعرف عنها الانترفيلاس سبيس ايه دي؟ انها انتر كوميونيكيتنج مع بعض، الانترفيلاس سبيسز اللي جوه البلاسنتا كلهم انتر كوميونيكيتنج مع بعض مش سيبريت عن بعض. طب كميه الدم اللي فيهم قد ايه؟ 150 مللي بلاد. طب الدم ده وصل ازاي للانترفيلاس سبيس؟ عن طريق من 80 ل 100 ارتريول. طب بيغادر السبيس عن طريق فينيولز، ما عدهمش، هم عدوا الارتريولز بس. طب الدم اللي في الانترفيلاس سبيس ده بيتغير كم مره؟ من 3 4 مرات في الدقيقه. يبقى احنا كمان اتكلمنا عن الانترفيلاس سبيس. فاضل دي اسمها بلاسنتال سيبتا او ديسيديوال سيبتا، الاسمين صح، ديسيديوال او بلاسنتا. لكن كلمه ديسيديوال بيقول لك معلومه من المعلومات عنها انها جايه من ناحيه الديسيديوال بزالس. اول سؤال هساله لما نيجي نوصف الديسيديوال سيبتا دي، هل هي كومبليت سيبتا؟ هل هي نازله لغايه الكرونيك بليت واسمى السبيس لجهتين؟ لا، زوز سيبتا او الديسيديوال سيبتا از نوت كومبليت سيبتا، ات از انكومبليت سيبتا. دي اول معلومه. وات اباوت ذا ستراكشر؟ محتاج ان انا اقراها ولا ممكن اقول من الرسمه؟ ثلاث مكونات، القلب بتاع السبتم ده جاي من اللون الاورنج ده، ديسيديوال بزالس يا دكتور، يعني ديسيديوال سيلز. طب الخلايا اللي هي عامله زي الكور دي ايه؟ سايتوتروف. طيب الاخضر اللي حواليها دي ايه؟ ده سينسيتيو تروفوبلاست. بكده يبقى الديسيديوال بليت نزل منها اكستنشن بكل مكونات عمليه السبتم. يبقى بكده احنا عرفنا ستراكشر اوف ايه؟ اوف بلاسنتا. بس نوزع تفكيرنا ونقسمه حلو ونوضبه حلو، هتلاقي عمرك ما تنساه، ومع الصوره دي هتسهل لكم كتير قوي. يبقى احنا اتكلمنا هنا على حاجه اسمها كورونيك بليت، وقلنا انه عباره عن الكوريوم فرونتوزم زائد الاميون، الطبقه دي اميون، وبعدين سوماتيك ميزوديرم، سايتوتروفو، وسينسيتيو، ودي اللي بيطلع منها الفيلاي اهي. والسيرفيس ده فيه بلاد فيسلز جايه من الجنين، يبقى امبيليك، والامبيريكال بلاد فيسل اللي هي الارتري والفين بيدوا البرانش بتاعتهم، الارتري دي برانشز والفين يلم تاني يعمل تريبيوتريز علشان يروح للامبيريكال كور. الناحيه الثانيه دي ايه؟ دي ديسيديوال بليت. ثلاث حاجات، ديسيديوال بزالس فيها ارتريولز كام؟ من 80 ل 100، وفيها فينيولز، الارتريول يدي الدم للسبيس وياخد الدم بعد الاكستشينج الفينيول. طب الطبقه دي مين؟ سايتوتروفوبلاستيك شيل، وايه دي؟ سينسيتيو تروفوبلاست. الثلاث طبقات دول هينزل منهم سبتم، والسبتم ده لما نزل عمل قباله من فوق، ايه ده؟ جروف، وهو ده سبب تكوين الكوتليدونز في الماتيرنال سيرفيس. فلو خدتوا بالكم ده الفيشن اهو وده الفيشن، سبب الالفيشنز ان بينهم اتكون جروف، والجروف ده نتيجه نزول التيشو لتحت جوه البلاسنتا بالمنظر ده. يبقى عرفتوا الماتيرنال سيرفيس ليه فيها جروفز، وما دام في جروفز يبقى في الفيشنز على جانبي كل جروف، اسمهم كوتليدونز وعددهم من 15 ل 20. طيب بعد ما قلنا الديسيديوال بليت والكورونيك بليت، ايه اللي بينهم ده؟ تيرشير فيلاس باجزائه، ستيم وفلوتنج فيلاي تو بارتس. طب ايه دي؟ انترفيلاس سبيس، وعرفنا ان فيها ماتيرنال بلاد. حد فاكر كميته قد ايه في كل البلاسنتا؟ 150 مللي، ومصدره من 80 ل 100 ارتريول، ويتسحب الدم بعد كده عن طريق فينيول بعد ما يحصل اكستشينج مع الفلوتنج، مش مع الستيم، مع الفلوتنج فيلاي. اما الايه دي؟ ديسيديوال سيبتم تركيبها زي ديسيديوال بليت، ودي انكمبليت سيبتم زي ما انتم شايفين.
وهي المسؤولة عن تكوين الجروفز، وبين كل حوالين كل جروف في إليفيشن اسمه كوتليدو. خلصنا أصعب حاجة في البلاسنت. طيب تعالوا بقى نبني على فهمنا المعلومات، شوية معلومات جاية. أول حاجة يعني إيه بلاسنتال سيركوليشن؟ يعني سريان الدم جوه البلاسنتا بيتم إزاي؟ هتقولي في تو سيركوليشنز يا دكتور، ماتيرنال وفيتال. يبقى عندنا ماتيرنال اللي هو عن طريق الارتريولز والفينيولز، وفيتال عن طريق البرانشز اللي جوه الفيلا. تعالوا نشوف تعرف ايه عن الماتيرنال سيركوليشن. هنعيد ارجع لكم تاني عشان انا احب ابقى معاكم في الشرح. الماتيرنال سيركوليشن بيعتمد على وجود كام ارتريول؟ 80 ل 100 ارتريول. بيضخوا دم قد ايه وفين؟ بيضخوا 150 مللي بلد في الانترفيل سبيس كلها، لما فضوا البلد كله من البلاسنتا لقوهم 150 مللي بلد. طب البلد ده بيتغير كم مره في الدقيقه؟ من 3 ل 4 مرات. وبعد ما يحصل الاكستشينج اوف ذيس بلد مع الفلوتنج، يعني الارتريول ده بيدي بلد حلو، هنا في بلد جوه الفيلس عن طريق الارتري ده مش كويس، فيبتدي يحصل اكستشينج ويرجع البلد كويس عن طريق الفين. بالنسبه للماتيرنال سيركوليشن بنتكلم على الارتريول عددهم، بيضخوا قد ايه دم، الدم ده بيتغير كم مره في الدقيقه، وبعد ما يحصل الاكستشينج الدم ده بيغادر الانترفيل سبيس عن طريق ايه؟ عن طريق الفينيول. ده اسمها ماتيرنال سيركوليشن. وات اباوت فيتال؟ فيتال سيركوليشن كنت قلتها لكم قبل كده في وسط الكلام، وقلت لكم ان الدم اللي مش كويس بيجي من الجنين عن طريق ارتري اسمه امبيليكال ارتري، وياخد يطلع برانشز من الامبيليكال ارتري ده تدخل كل الفيلاي اللي موجوده عندنا جوه البلاسنتا، وبعد كده يطلع برانشز تخش الفلوتنج فيلاي ويحصل اكستشينج ويرجع الدم ده بعد ما خد اللي عايزه وادى اللي مش عايزه للام عن طريق فين اسمه ايه؟ امبيليكال فين. وعكس المتوقع، الارتري في دم مش كويس جاي من الجنين، والفين في دم كويس راجع للجنين، راجع للقلب. واحنا قلنا قبل كده ارتري وفين بيتسموا مش على نوع الدم اللي فيهم، لا على اتجاه الدم. لو خارج من القلب بتاع الجنين يبقى ارتري، لو راجع للقلب الجنين يبقى فين. موضوع تاني مبني برضو على اللي احنا نعرفه، يعني ايه بلاسنتال بارير اللي ساعات بيسموه بلاسنتال ميمبرين؟ بلاسنتال بارير از سيبريشن بتوين مين يكمل؟ ماتيرنال بلاد اللي موجوده في الانترفيلس سبيس، وفيتال بلاد اللي موجوده جوه الفيتال بلاد فيسلز جوه التيرشري فيلاي. مفيش ميكس بينهم، مفيش تقابل، لا في بارير. والبارير ده ليه اهميه انه يبقى موجود، ربنا خلق البارير ده عشان يبقى فيه سيلكتيف اكستشينج، ما يبقاش كل حاجه بتعدي. تعالوا نشوف ويا ريت تقولوا معايا. ده القطاع الطولي بتاع التيرشري فيلاي، وطبعا انتوا عارفين ان الاحمر ده دي الانترفيلس سبيس اللي جواها ماتيرنال بلاد، وده الفيتال بلاد فيسل اللي جواها الفيتال بلاد. وقلت لكم قبل كده ان الفيتال بلاد فيسل عباره عن اندوسيليوم وول اوف اندوسيليوم جواه الفيتال بلاد. الطبقات اللي بتفصل الفيتال بلاد اللي جوه الفيسل ده عن الماتيرنال بلاد اللي جوه السبيس دي، دي اسمها بلاسنتال بارير. تعالوا نعد مع بعض. ايه ده؟ الزيتي الغامق ده سينسيتي تروفو، ايه اللي تحته ده؟ سايتوتروفو بلاست. طب ايه الابيض؟ سوماتيك ميزوديرم. فاكرين تركيب التيرشر فيلس؟ طيب لسه ما وصلناش، لان الفيتال بلاد فيسل دي الجدار بتاعها الاندوسيليوم بتاعها هو الطبقه الرابعه، اندوسيليوم اوف ذا وول اوف ذا فيتال بلاد فيسل. لان انا بقول الفرق ما بين الماتيرنال بلاد اللي هنا والفيتال بلاد اللي جوه الفيتال بلاد فيسل، فلازم الوول اوف فيتال بلاد فيسل يبقى مشترك معايا في الفاصل ما بين الدمين. ده اسمه بلاسنتال بارير. ادي الانترفيل سبيس اللي في ماتيرنال بلاد. طب تعالوا كده نوصف البلاسنتال بارير اللي هو بيفصل ما بين الفيتال اند ماتيرنال بلاد. بيتكون من كام لاير؟ يلا من الرسمه كده. ايه الفاصل بين الاثنين؟ سينسيتيو تروفوبلاست اهو، وبعدين سايتو تروفوبلاست تمام، سوماتيك اكسترا امبريونيك ميزوديرم مظبوط، وبعدين اندوسيليوم اوف ذا فيتال بلاد فيسل. خدتوا بالكم ان الاثنين رقم 2 و3 هنا واخدين لون مختلف؟ ليه؟ يقول لي ان في السكند هاف اوف بريجننسي رقم 2 و3 ديسابير، يعني بيختفوا، ويبقى البلاسنتر باريا معمول من طبقتين بس بدل اربعه. مين الطبقتين اللي فاضلين؟ اول ورابع واحده. طبعا ما تتوقعوش ان الاندوسيليوم يختفي، لان ده الوول بتاع البلاد فيسل بتاع الفيتس. هيفضل مع مين؟ السنسيتيو تروفوبلاست. طب ليه؟ علشان يبقى البلاسنتال بارير مور ثين،
وده بيعمل ايه؟ allow rapid exchange of material مع بين الدمين، لان البيبي بيكون كبر، البيبي بيكون ايه؟ بيكون كبر ومحتاجين سرعه في الاكستشينج اكتر عشان نمو البيبي. يبقى بعد ما عرفنا هو ايه بلاسنتال بارير، عرفنا متكون من كام طبقه في اول بريجننسي، وبعد كده في النص الثاني بيبتدي ان هو يقل الطبقات بتاعته ويبقى تينر. يا ترى ايه وظيفه البارير؟ وهل من الافضل ان يبقى البارير موجود، ولا كان يبقى الدمين مفتوحين على بعض والبيبي بقى ياخد زي ما ياخد ويسيب زي ما يسيب؟ لا، كان لازم يبقى فيه بارير، لازم يبقى فيه سيبريشن. فاول وظيفه سيبريتس بتوين فيتال اند ماتيرنال بلاد، مش كل اللي في دم الام كويس، خلي بالكم. هذا البارير بيمنع مرور البكتيريا عشان حجمها كبير شويه، لكن مش كل الفيروس، في فيروس بتعدي، في بيتمنع لكن في بيعدي. فالام اللي عندها اتش اي في اللي هو الايدز، الجنين بيجي له ايدز، الفيروس ده صغير يقدر يعدي. الام اللي عندها حصبه الماني، حصبه عاديه، كل ده يعدي. ميزلز اللي هي الحصبه، ميزلز عندي في حاجه اسمها روبيلا اللي هي الحصبه الالماني، وطبعا دي مشكله كبيره لو اتشخصت الام وعندها ميزلز اللي هي الروبيلا، قصدي الروبيلا، يبقى الجنين ده هيبقى في عنده كونجنيتال انوملي جامده جدا، لان الفيروس بيعدي. مش عارف لسه الكورونا، هل ثبت ان الام اللي عندها كورونا ابنها بيبقى مولود وعنده كورونا؟ لسه ما حدش اتكلم في الموضوع ده، لان الكورونا لسه موضوع جديد بالنسبه لنا، ولسه بيعملوا عليه ابحاث، وهيبتدي يظهر مشاكله او ايه اللي بيعمله بعدين، كل المشاكل اللي بيعملها يعني. كمان في دامجنج فاكتور، يعني ممكن الام تاخد حاجات فيها توكسينز معينه، زي المواد الحافظه اللي في الاكل المحفوظ، زي الوان صناعيه، زي اي حاجه ممكن في دم الام دامجنج فيها توكسينز ممكن تعدي للجنين. طبعا ده نخلي بالنا من الام اللي ممكن تكون مثلا بتاخد انتبيوتيك معين او دواء معين، برضو نفس الفكره، هو الدواء ده بيعالج الام من مرض، لكن هو دامجنج بالنسبه للجنين، فبنسميه بالنسبه للجنين دامجنج فاكتور. عشان كده في بعض الادويه منع تماما وقت البريجننسي، بالذات في اول 3 شهور من الحمل. هل البلاسينتال بارير زي ما اسمه بيقول هو حاجز تماما بيمنع تماما مرور اي حاجه؟ لا طبعا، البارير بيسمح بمرور الفوائد بقى بتاعت البلاسينتا، اخد الاكل والجازز المهمه، وادي الويست والسي او 2 للدم الام، وكمان اليوريا والكرياتينين، وهنعرف كمان بيسمح بمرور حاجات تانية زي الاجسام المضاده، لان الام بتبقى عندها مناعه من امراض بتديها للطفل، والملاحظ ان الطفل لما بيتولد تقريبا اول 6 شهور ما بيعياش حتى الام عندها برد، لانه بياخد منها الاجسام المضاده عن طريق البلاسينتا، ويتولد وعنده مناعه تكفيه 6 شهور لغايه بس ايه ما يشد حيله كده شويه ويبقى يستحمل الامراض اللي ممكن يتعرض لها. دي فوائد البلاسينتا البارير. طب ايه وظائف البلاسينتا عموما؟ ليه ربنا خلق السيستم ده؟ ليه الاورجان ده؟ ما هو في الاول النيوتريشن ما كانش كده، اول نيوتريشن للجنين كان عن طريق السيتوبلازم بتاع الاوفم اللي السبرم دخلها. انتوا عارفين طبعا الاوفم بتنقسم بطريقه في الاوجينيسيس، ان خليه بتحتفظ بالسيتوبلازم، دي الخليه اللي هيحصل لها فيرتلايزيشن، لان دي اللي هيجي لها السبرم. السبرم ده ضيف جاي، يبقى الاكل عندها علشان الضيف اللي جاي ياكل، فاول مصدر غذاء هو السيتوبلازم. بعد كده اليوتراين سكريشن من اليوتراين جلاند، حتى بيسموها يوتراين ميلك، وبعد كده بيبقى بالديفيوجن على اول ظهور شكل قريب من البلاسينتا لما ظهرت اللاكنر سبيسز في السنسيتو تروفوبلاست. طبعا ده كله دخلته في المحاضرات السابقه، وكان اللاكنر سبيس دي فيها الماتيرنال بلاد، لكن لسه ما فيش لا بلاسينتا ولا امبليكال كورد، فكان نقل الاكل عن طريق الديفيوجن. وبعد كده يبتدي بقى يظهر لنا الاورجان ده اللي هو ادفانسد اورجان اوف نيوتريشن بالنسبه للجنين، اللي بيعمل اكستشينج بين الماتيرنال والفيتال بلاد، وهما الاثنين موجودين جوه البلاسينتا، وزاوت ميكسنج في بينهم ايه؟ بلاسينتا البارير. برافو عليك شطار، يا رب تكونوا بتقولوا وانا بقول لكم شطار بجد يعني، عشان ما اطلعش كذاب يعني. طيب ايه الفانكشنز اوف بلاسينتا؟ تعالوا نشوف مع بعض، هتلاقوا جزء انتوا عارفينه وجزء انا هو. اول فانكشن هنقوله اكستشينج اوف جازز اند ميتابولايتس. الجازز طبعا انتوا فاهمين ان الارتيريال بلاد جوه الامبليكال ارتري جوه سي او 2 عالي، لكن الماتيرنال بلاد جوه اكسجين عالي، بيتبادلوا مع فرق الكونسنتريشن. النيوتريشن، ماتيرنال بلاد فيها الجلوكوز، فيها فاتس، بروتينز، فيتامينز، كل ده بيتنقل للجنين،
لكن يدي جنين الام ويست برودكتس. دي اللي قلتها لكم من شويه. ده اول الاسبوع ال 14 بيبتدي الماتيرنال انتي بوديز. الاسبوع ال 14 يعني حوالي احنا في الشهر الكام؟ الاربع اسابيع يبقى ثلاث شهور، يعني احنا في الشهر الرابع. يبتدي يتنقل من الام ماتيرنال انتي بوديز. الهدف منها ان البيبي يتولد وعنده مناعه. كمان البلاسينتا ببعض الناس بيوصفوها انها اندوكراين جلاند. يعني ايه اندوكراين جلاند؟ انتوا عارفين الاندوكراين جلاند ده هو الجلاند اللي بتطلع هرمون يمشي في الدم. بلاش دكت يعني. فالبلاسينتا بتطلع هرمونات وليها وظائف زي البروجسترون مثلا. البروجسترون ده بمساعده الكوربس ليوتيم اللي هو الجسم الاصفر جوه الاوفري، هما الاثنين في اول تكوين البلاسينتا هما الاثنين شغالين مع بعض. عشان انتاج البروجسترون، البروجسترون بيطلع من البلاسينتا وبيطلع من الكوربس ليوتيم. قبل البلاسينتا ما تتكون كان الكوربس ليوتيم لوحده. طب ايه هدف من وجود بروجسترون عالي؟ ان الاندوميتريوم اللي او الديسيديا اللي فيها البيبي ما يتقعش، ما يحصلش ابورش. ان الاف اس اتش هرمون يفضل انهبيتد، وبالتالي ما فيش اوفيريان سايكل تبتدي وقت البريجننسي. فالام الحامل ما عندهاش اوفيريان ولا منسترال سايكل. وده نتيجه ايه؟ هاي ليفل اوف بروجسترون. يبقى البلاسينتا بتنتج البروجسترون عشان تحافظ على البيبي، ما يحصلش ابورشن يعني. طب الاستروجين؟ اه البلاسينتا بتعمل استروجين برضه عشان تعمل increase maturation of mammary gland. mammary gland اللي هي تبقى مسؤول عن اللاكتيشن. بيبي مش هينزل يستنى الميموري جلاند لما تبقى ماتيور، لا، وهو لسه جوه بطن مامته بيتغذى بالبلاسينتا. الميموري جلاند بيحصل انلارجمنت للبريست طبعا، عشان الميموري جلاند جوه بيحصل لها انلارجمنت. كمان انلارجمنت اوف يوترس. البيبي في الاول بيبقى صغير واليوترس يعني البيبي على قده، لكن بعد كده البيبي بيكبر، هو الامنيوتيك كافيتي اللي حواليه، فيبتدي اليوترس يكبر ويبتدي يطلع جوه الابدومينال كافيتي بعد ما كان في البلفيك كافيتي، يبتدي يبان مظاهر الحمل على الام دي. يبقى الاستروجين بيكبر حاجتين، البريست واليوترس. في حاجه اسمها هيومن كوريونيك جونادو تروبين. هذا الهرمون هو اللي بيروح للاوفري ويقول للكوربس ليوتيم استنى معانا شويه، طلع لنا شويه بروجسترون لغايه البلاسينتا ما توصل للماتيور فورم بتاعها وتقدر تطلع كميه البروجسترون الكافيه انها تحافظ على الدي سي دي وما تقعش، وكمان تمنع الاف اس اتش انه يحصل لي ريليز للبي 3 وبالتالي ما يحصلش اوفيريان سايكل. كمان الهرمون ده استفادوا بيه في اللاب ان هم يعملوا تيست يكتشفوا وجوده فيقولوا في بريجننسي، في البريجننسي تيست اللي بيتعمل في اللاب، ودلوقتي بقى سهل وبتعمل في البيوت. كمان في هرمون ده مخيف قوي بالرغم من اسمه اللي صعب شويه، اسمه هناخده على مقاطع، سوماتو مامو تروبين. سوماتو مامو تروبين. هذا الهرمون عامل زي عسكري المرور. ما تستغربوش، هو بينظم الاكل اللي بجسم الام ان يروح للبيبي. يعني مثلا لو الام دي ما بتاخدش حاجه فيها كالسيوم، اصل ماليش نفس البيض، اصل مش طايق ريحه الجبنه، الحاجات دي مصادر كالسيوم. طيب الكالسيوم اللي في دم الام هيروح للبيبي، هو ملوش ذنب، هو عنده عظم بيكون. مين اللي يوجه الكالسيوم من دم الام يوجهه للبيبي حتى لو كان هو قليل؟ خلي بالكم ان وظيفه الهرمون ده حتى لو كان ما ينفعش البيبي يتشوه نتيجه غلطه الام. عشان كده الدكاتره دلوقتي بيريحوا دماغهم، وبدل ما يقعدوا يتحايلوا على الست كل يا ماما، لا، خدي دواء كالسيوم، يدوها في الحمل كالسيوم علشان يكفيها ويكفي، لان هي لو الكالسيوم بتاعها بسبب الهرمون ده اتاخد منها وراح للبيبي، يبقى هي هتعوضه من عظمها. لان لازم الكالسيوم الليفل بتاعه يبقى مظبوط في الدم بتاع الام. هتجيب منين؟ هي ما بتاخدش من بره والبيبي بياخد الكالسيوم بتاعها، يبقى لازم العظم يفضي الكالسيوم بتاعه في الدم، وده نتيجته طبعا مع تكرار الحمل وسوء العنايه بصحه الام وتغذيتها، نتيجته هشاشه عظام. يعني تقع تتكسر بسهوله. لو عندها جلوكوز قليل في دمها ما بتاكلش كويس، يبقى الجلوكوز اللي في دمها هيروح كفايه لدم الجنين عن طريق البلاسينتا، عن طريق الهرمون ده اللي هو بيدي الجنين الاولويه، لانه مش مسؤول عن اللي هي المتصله بالجو الخارجي او الاتموسفير الخارجي، هي اللي بتاكل. فدي غلطتها هي، الهرمون ده عشان لو حصل ان هي اهملت في اكلها البيبي ما يموتش. ربنا حافظ البيبي ده عن طريق الهرمون ده اللي بينظم ان البيبي ليه الاولويه وانتي صرفي نفسك. المفروض تهتمي بصحتك. اسمه سوماتو مامو تروبين.
وظائف البارير هي وظيفة البلاسينتا. فاكرين البارير كان بيعمل ايه؟ كان بيمنع مرور البكتيريا وموست اوف فيروسز، وكمان بيمنع سام توكسيك ماتيريال او دامجنج ماتيريال انها تعدي، لكن في بعض الماتيريال ممكن تعدي زي بعض الادويه. وعشان كده لازم الام قبل ما تاخد اي دواء، بالذات في اول 3 شهور، تاخد راي الدكتور بتاعها ينفع ولا ما ينفعش. في امهات بيبقوا حالتهم صعبه شويه، لهم بيبقى عندهم الصرع، بياخدوا ادويه للصرع، الادويه دي ممنوعه. فالدكتور اعتقد، انا مش عارف طبعا، عايز دكتور نسا يقول لنا هل بيمنعوا الدواء، هل بيدوا بدائل اخف، هل بيدوا الدواء بس بجرعات قليله. هو الدواء بيعمل مشاكل بالنسبه للجنين. اكسكريتوري فانكشن، الجنين بيبقى عنده كمان اليوريا والكرياتين بيزيدوا، نتخلص منهم عن طريق البلاسنتا. لسه الكلى ما اشتغلتش، اشتغلت بس انها بتعمل سيركوليشن زي ما هنشوف في المحاضره اللي جايه، وبينزل منها فلويد صحيح عشان تبتدي انها ايه، تستعد بعد الانفصال عن الام، انفصال عن البلاسنتا، يبتدي بقى الكدني تتخلص هي بنفسها من اليوريا والكرياتين. لكن قبل كده البلاسنتا هي اللي بتتخلص من اليوريا والكرياتين. دي وظائف البلاسنتا. اخر حاجه عندنا هي انوماليز. يا ترى البلاسنتا ممكن يحصل فيها مشاكل؟ ممكن في مشاكل بتبقى ضاره وبتعمل مشكله للام، والمشاكل دي ممكن تبقى برضو مشكله في خروج البيبي من اليوترس زي البلاسنتا بريفيا، ده انوملي. تعالوا نشوف بقى ايه المشاكل. قبل ما تقولها فكرني كده، فكروني، هي البلاسنتا شكلها ايه؟ ديسك شيب، دايمتر من 15 ل 25 سنتي، سيكنس 3، وزنها 500 ل 600 جرام. موجوده فين؟ في الابر ولا اللور سيجمنت اوف يوترس؟ لا، في الابر نير الفندس اللي هو اعلى حته في اليوترس، وده مناسب ايوه عشان البلاسنتا تبقى فوق البيبي هو اللي تحت. مين اللي يخرج الاول؟ البيبي. وديورنج خروجه بيبقى بيتغذى من عن طريق الامبليكال كورد من البلاسنتا، وبعد كده البلاسنتا تولد خلال نص ساعه بعد ولاده البيبي. لكن لو العكس، لو البلاسنتا تحت، ده انوملي، لان هتعمل حاجه اسمها بلاسنتا بريفيا، خدتوها قبل كده. والبلاسنتا بريفيا دي شرط لان احنا نختار عمليه السيري. تعالوا نشوف الانوماليز. اول انوماليز في البوزيشن انا قلتها، اللي هي البلاسنتا ايه؟ بريفيا. عندك ثلاث انواع من البلاسنتا بريفيا، اللي هي البلاسنتا اللي موجوده في اللور سيجمنت، قريبه من فتحه خروج البيبي من اليوترس، والفتحه دي اسمها انترنال اوس. انترنال اوس ده تحتيه سيرفايكال كانال او قناه عنق الرحم. الفتحه الفوقانيه من القناه دي اسمها انترنال اوس، اكيد اللي بره اللي تحت اللي بتفتح على الفاجينا اسمها اكسترنال اوس. مالناش دعوه بالاكسترنال اوس دلوقتي، انا ليا دعوه بالانترنال اللي هي الفتحه اللي جوه اليوترس، فتحه عنق الرحم على اليوترس. لو البلاسنتا اللور مارجن بتاعها قريب من الفتحه دي، قريب يعني يبقى مش واصل لها، دي بارايتالس. تاتشنج المارجن يبقى مارجينالس، مغطي على الاس يبقى سنترالس. ثلاث مراحل، بارايتالس، مارجينالس، سنترالس. الكلام ده خدناه قبل كده، تعالوا نشوف الصوره. ادي البلاسنتا بريفيا اهي، ده الانترنال اس اللي بكلمكم عليه، ده الاكسترنال مش عايزه دلوقتي اهو. ادي الانترنال اس، المارجن لور مارجن اوف بلاسنتا قريب منه، لكن لو مغطي جزء من مارجينالز، لو مغطي تماما سنترالز. امال ده ايه؟ بارايتالس. بارايتالس اهي، لور مارجن اوف بلاسنتا نير انترنال اس، لور مارجن بارشلي كفرنج ذا انترنال اس مارجينالز، سنترال بارت اوف بلاسنتا كفرنج ذا انترنال اس بيسموها سنترالز. شايفين البيبي بقى لو اتولد في الحالات دي هيضغط على البلاسنتا، هيقطع البلاسنتا، يعمل لها انجري، يعمل نزيف جامد جدا، لان البلاسنتا المفروض تنفصل باي فازو كونستريكشن، بلاد فيسلز اللي داخلاها بتقفل وتنفصل اوتوماتيك من غير اي مشاكل. لكن في الحاله دي كونتراكشن اوف يوترس ما اقدرش اوقفه، هيضغط على البيبي، البيبي ينزل لانه مش هيقدر يطلع من فوق، فينزل. لما ينزل هيلاقي البلاسنتا في سكته، يقطع في البلاسنتا، يفصلها بدري عن ميعادها. طب البلاد فيسل اللي داخلها يتقطع فيعمل نزيف جامد جدا. انا قلت قبل كده الامبيليكال كورد نورمالي اتاتشد في الفيتال سيرفيس فين؟ نير سنتر. لكن ممكن يلاقوا حالات ان الامبيليكال كورد نير مارجن، او الاغرب ما تستغربوش بس هنشوف الصوره دلوقتي، الامبيليكال كورد مش اتاتشد في البلاسنتا واتاتشد بره البلاسنتا.
والبلود فيسلز بتاعت الامبريكال كورد بتوصل تحت الممبرينز اللي اسمه امنيون عشان توصل للفيتال سيرفيس وتدخل بعد كده للفيلاي اللي جوه البلاسنتا. في عندي حالتين من الانوماليز هنركز عليهم، اعرفوا اساميهم بنشوف صور. حاجه اسمها فيلا منتس بلاسنتا، ودي الامبريكال كورد اتاتشد اوتسايد ذا بلاسنتا. باتل دور بلاسنتا، امبريكال كورد فيكسد في المارجن، مش نير سنتر بقى، نير مارجن اوف ذا بلاسنتا. باتل دور، باتل دور دي عامله زي في باب كده بيبقى بيسموه باب مرجحه او حاجه زي كده، بيبقى ماسك من جنب والباب ده تزقه يفتح وبعدين يرجع تاني، يبقى في مطبخ، يبقى حاجه كده باب بيفتح ويقفل بالمنظر ده زي دراعي كده. الباب ده الامريكال كورد ماسك في المارجن فشبهوها، فلو اقرب شكل ليها باتل دور الباب ده. تعالوا نشوف الصوره. اللي صور الصوره دي حط لنا خط على نهايه البلاسنتا وقال لنا بصوا الامبريكال كورد فين، يبقى هو ماسك في الفيتال سيرفيس. لا شايفين البلاد فيسل طبعا اهي ماشيه يعني. طب البلاد فيسل دي جايه منين؟ بص معايا كده، جايه من تحت الممبرين ده. الممبرين ده مين؟ الامنيون. يبقى البلاسنتا لو الامبريكال كورد مش ماسك فيها في السيرفيس ده، ادي السنتر هنا كان المفروض يبقى مكانه هنا الطبيعي، بصوا فين؟ بره البلاسنتا. والبلاد فيسلز اللي فيه في الامبريكال كورد مش من تحت الممبرين، فسموا دي فيلامنتس. اهي الممبرين ده هو الامنيون. طيب هو المفروض الامبريكال كورد هنا نير سنتر في الحته دي، لا هو اقرب للمارجن، فيسموه ايه بقى؟ مارجن الاتاتشمنت اوف ذا امبريكال كورد اسمه باتل دور بلاسنتا. التو انوماليز دول اللي هم الفيلامنتس والباتل دور هيتقالوا تاني مع الامبريكال كورد في الانوماليز بتاعته. يبقى انا دلوقتي انا قلت انوملي في السايت، انوملي في الاتاتشمنت اوف امبريكال كورد، انوملي في النمبر. يقول لي عندي حاجه اسمها توين بلاسنتا ودي مش انوملي، بس هي مفروض ان اليوجوال ان الام تجيب بيبي واحد، لكن تو او ثلاثه دول بيبقوا ايه اكتر من بيبي، وهناخدها مع التوينز الحكايه دي، وهنلاقي ممكن كل بيبي ليه البلاسنتا بتاعته. يبقى لو في توأم يبقى فيه اتنين بلاسنت. هتقولي وده ابنورمال؟ انيوجوال، مش ابنورمال لكن انيوجوال مش معتاد، فحطوها تبع الانوماليز اوف بلاسنت. لكن دي انوملي ان انت تلاقي البلاسنتا جنبيها حته صغيره تاني، بلاسنتا صغيره جنبها اسمها اكسسوري بلاسنتا، ودي اللي هشوفها واوريها لكم الصوره بتاعتها اهي. برضو الدكتور اللي بيصور رسم لنا الاكسسوري بلاسنتا، يعني في سيبريشن هنا مفيش بلاسنتا هنا، دي البلاسنتا الاصليه، وطبعا اللي انتم شايفينهم دول كوتليدونز وجروفز اهي، ودي واحده ثانيه صغيره. وخطوره الكلام دون ان ممكن الدكتور يولد الام، بيبي اتولد، قص الامبريكال كورد، كتر خيره استنى البلاسنتا خرجت، مع السلامه يا ماما. بالسونار ما كانش عارف ان في اكسسوري بلاسنتا وسابها تروح ولسه في حته بلاسنتا جوه. هتقولي اكيد تنزل واحده، ممكن ما تنزلش لان ده وضع ابنورمال unusual، ولو ما نزلتش بتبقى مصدر انفكشن لان مليانه بلاد، والبلاد ده ميديا. هتعرفوا بعد كده ان في البكتيريولوجي بيزرعوا البكتيريا على البلاد، في حاجه اسمها بلاد اجار هتعرفوها بعدين. فممكن تيجي لك الام دي بعد كده سخنه وهي عندها يوتراين انفكشن نتيجه ان تم اهمال اخراج الجزء اللي فاضل، لان البلاسنتا لو ما خرجتش بالذوق هيخرجوها بالعافيه، ما يسيبوش الام تروح وعندها بلاسنتا في اليوترس. طب خلاص تيجي سخنه وتتعالج لا دي بترضع وبتعتني ببيبي عشان تعيا، هتبقى الرضاعه تقف، مش هينفع ترضع وهي عندها بكتيريا في الدم وفي في جسمها، ممكن تعمل مشاكل بالنسبه للبيبي واصلا صحتها بتبقى متدهوره. دي اسمها اكسسوري ايه؟ بلاسنتا. يبقى انا قلت في السايت البلاسنتا بريفيا بثلاث انواع، في الشيب قبل الشيب قلت الامبريكال كورد ماسك فين؟ يا اما فيلامنتس بره البلاسنتا او باتل دور في نير المارجن او بلاسنتا. في النمبر قلنا ان في عندنا توين بلاسنتا وقلنا هنعتبره تجاوزا ان هو ده انوملي لان هو انيوجوال، لكن ده الانوملي الفعلي ان يبقى في بلاسنتا صغيره جنب المين بلاسنتا. طب الشيب احنا عارفين الشيب، مين يفكرني بلاسنتا شكلها ايه؟ ديسك لايك، لكن ممكن تبقى باي لوبت او تراي لوبت. تعالوا نشوف الصوره على طول. البلاسنتا المفروض قرص دايره كامله، لكن هنا لو تاخدوا بالكم بصوا هنا ادي جزء وادي جزء، كان ليها فصين، كان ليها فصين،
وممكن نلاقي فص تالت في الوسط بايلوبد او ترايلوبد. هل ده يوجوال؟ لا ده مش يوجوال، ده ان يوجوال انوملي. يبقى احنا دلوقتي وصلنا للايتم نمبر كام؟ عدوا معايا كده، الاول في السايت بريفيا، في الاتاتشمنت اوف امبيريكال كورد فيلامنت سبات الدور، في النمبر توينو اكسسوري، وفي الشيب باي لوبد وتراي لوبد. انفلتريشن، المفروض البلاسينتا بتبقى موجوده في الاندوميتريوم اللي بقى اسمه ديسيدي 1، ومش في كل البطانه بتاعت اليوترس، لا في التلتين بس، في جزء من البطانه بيبقى نوت انفلتريتد، وهو ده بعد نهايه البريجننسي هيرجع يعمل اندوميتريوم طبيعي عادي تاني زي الاول قبل البريجننسي. سموها السيرفيس لاير والميدل لاير اللي هي سبونجي لاير والبيزل لاير اللي هي بيطلع منها الجلاندز تكبر بعد كده والاندوميتريوم يكبر. البلاسينتا موجوده في اول طبقتين، الكومباكت اللي هي سطحيه والسبونجي لاير، دول بس فيهم بلاسينتا، دول بينزلوا مع البلاسينتا بعد الولاده، ويفضل البيزل لاير عشان تعمل بقيه الاندوميتريوم تحت تاثير الهرمونز اللي جايه من الاوفيريان سايكل. لكن البلاسينتا لو دخلت على الدي سي دي على قبل البلاسينتا هي ممكن تنفلتريت لغايه البيزل لاير، هتنزل بالبيزل لاير، ده ابنورمال. وممكن الانفلتريشن بتاع البلاسينتا يدخل لغايه الماسل لاير، انفصالها سهل؟ تنفصل بسهوله؟ لا صعب طبعا. وممكن البلاسينتا تنفلتريت تخترق الجدار بتاع اليوترس كله لغايه ما توصل البريتون اللي بره اليوترس. تعمل لي ثلاث انواع. بيقول لي في حاجه اسمها بلاسينتا اكريتا، ودي اخفها، دي بتاعت البيزل لاير بتاعت الاندوميتريوم. او ادخل بالبلاسينتا في الاندوميتريوم في المايوميتريوم في المصل انكريتا، يبقى في اكريتا وفي انكريتا. واخطر واحده واصعب واحده هي اللي بتخترق لغايه ما تطلع بره الولو فيوترس لغايه البريتونيوم. جروينج اورجان، جروينج اورجان ده المفروض ما يوصلش للبيزل لاير اوف ذا سيلو، لا ده ممكن يخترقها، ممكن يطلع براها على المايسل لاير، ممكن يطلع براها على البريتونيوم، بثلاث انواع من الاختراقات. بس انت اكريتا انكريتا بيركريتا. تعالوا نشوف الصوره برضو، ادي الاكريتا اهي ما دخلتش المايسل لاير قبل ما تخش المايسل لاير، بس خدت السيلو كلها مش تلتينها بس. طب هنا انكريتا في المايسل لاير، طب هنا بيركريتا وصلت البريتونيوم الخارجي للاعصاب الخارجي. انا ما اعرفش هم بيتعاملوا ازاي مع الحالات اللي زي كده، بس اعتقد حاجه زي البيركريتا دي ممكن ما يعرفوش يفصلوا اليوترس، يفصلوا البلاسينتا فيضطروا يشيلوا اليوترس، انه ممكن لو شالوا البلاسينتا ممكن يتقطع اليوترس يحصل نزيف. طب يوقفوه ازاي؟ ما يعرفش يوقف نزيف اليوترس، ده صعب جدا، فممكن في الحالات دي يضطروا يشيلوا اليوترس لانه مستمر في النزيف. طب تعالوا فكروني كده بالانوماليز بتاعت البلاسينتا على حسب الايتم. اول ايتم كان ايه؟ بوزيشن. كان عندك بلاسينتا بريفيا ثلاث انواع على حسب قرب البلاسينتا من الانترنال اوس، بارايتاليس مارجيناليس سنترالس. الشيب باي لوبد وتراي لوبد. ابنورماليتي في النمبر توين واكسسوري. ابنورماليتي في الاتاتشمنت اوف امبيريكال كورد، يا اما فيلامنتس بره البلاسينتا خالص، يا اما نير مارجن يبقى باتل دور. فيلامنتس وباتل دور. ابنورماليتي في الانفلتريشن من الاخف للاتقل، اكريتا انكريتا اللي وصلت الماسل لاير، بيركريتا اللي وصلت للبريتونيوم. اخر واحده ما كانش ليها صوره اللي هي انكريز سيكنس اند دايمتر، ديكريز سيكنس وانكريز دايمتر. معلش انا هقول مثال معلش بسيط قوي، لو انت جبت عجينه، العجينه دي الدايمتر بتاعها من 15 ل 25 والسيكنس 3 سم وحطيتها على الترابيزه دوست عليها فردتها، هيحصل ايه للسيكنس؟ يقل. يحصل ايه للدايمتر؟ يزيد. بيسموها بلاسينتا ميمبرينيشيا. بلاسينتا ميمبرينيشيا معناها برود وثين بلاسينتا. دي اخر انوملي عندنا في البلاسينتا، وخلصنا موضوع البلاسينتا. اتمنى لكم تكونوا فهمتوها وبقت سهله. نسمع المحاضره ونذاكر على طول بعدها، هتلاقوا المعلومه تقعد معانا فتره اطول. عايزكم كده تبقوا ناس جامدين، عندكم اراده تصميم ان انا الحاجه التحدي اللي قدامي اخلصه كويس، اعدي منه، اخلص امتحانه واتنقل لمرحله اكبر ان شاء الله لغايه ما نوصل للتخرج
وساعتها لما تعملوا حفلة التخرج في الكلية وتقسموا القسم هبقى إن شاء الله موجود معاكم بإذن الله. ربنا يديني الصحة وأكون معاكم بإذن الله. ربنا يوفقكم ويديكم كل حاجة كويسة، وأشوفكم في المحاضرة اللي جاية مع الفيتال ميمبرين رقم 3 اللي هيبقى اسمه أمنيوتيك كافيتي، اللي الرول بتاعه اسمه أمنيون. إن شاء الله أشوفكم على خير بإذن الله. مع السلامة.